سماحة الشيخ، يقال أن اليد الواحدة لا تصفق. نعم. واليوم قلة من أمثالك ممن يصدحون بالحاجة للعودة للدين وأيضا ترسيخ القيم لمجابهة كل هذه الشرور التي يراد لها للأمة الإسلامية والعربية تحديدا. نعم. الآن إلى أي مدى ترى بأن ما زال ثمة أمل أن هذه الأمة تستطيع أن تنهض وتقف وتصد كل هذه يعني الشرور التي أصبحت تطرق أبواب منازلنا، وهي الأقرب للأسف في هذه الفردانية التي يعيشها الفرد مع هذه العوالم الافتراضية؟ نعم، المسلم دائما يكون موصولا بالله تعالى ويكون بعيدا عن التشاؤم، هو متفائل دائما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفال الحسن. ونحن نرى مع هذه التحديات الكثيرة هناك كثير من العقلاء من غير المسلمين يرنون إلى الإسلام ويرجون من الإسلام أن يحل المشكلات العالمية، والكل يعترف بأن خزائن الإسلام ملأ بحل المشكلات. خزائن الإسلام فيها الكثير الكثير مما اكتشف ومما لم يكتشف بعد، مما سيسد الفراغ الموجود في هذا العالم البشري، سواء كان فراغا روحيا أو كان فراغا ماديا. ونحن نرجو بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن يفتح الله تعالى الأبواب ونهيئ الأسباب لعودة الناس إلى دينهم، وللنظر في هذه القيم، القيم التي ترسخ مبادئ الوحدة، مبادئ الأخوة بين البشر، مبادئ التعاون على الخير، مبادئ الصد للشر. هذا مما نرجوه بمشيئة الله تعالى. وقد وجدت كثيرا من العقلاء من يتحدث عن الإسلام بإعجاب. أحد الفرنسيين سمعت له حديثا يقول فيه بأن هو كاثوليكي طبعا. نعم. ويقول أنا لست مسلم، أنا كاثوليكي، لكن أقول كاثوليكية ذهبت. أصبح مرتدين الآن لأن الإلحاد عام. نعم. وإنما الأمل في الإسلام، هذا الإسلام والذي يحارب هو الذي يعلق عليه العمل. وسمعت مثل ذلك إذا من حديث أحد الأمريكان مثل هذا الكلام يقوله. واطلعت فيما كتب على كثير من رجال السياسة ورجال التجارب المتعددة يعلقون الأمل على الإسلام. حتى الرئيس نيكسون قبل وفاته صرح بهذا، بأن قال لا بد من الاستفادة من دين الله الإسلام لأجل حل المشكلات. ومن عني بهذا عناية بالغة رجل كان كبير المستشارين في أحد الرئيس نيكسون، كان اسمه روبرت كرين. ثم تحول اسمه بعد ذلك، أسلم ودخل في الإسلام، إلى فاروق عبد الحق. وألقى محاضرة قبل أكثر من 30 سنة أو قبل ما يقارب من 30 سنة في مجمع بن نور في دمشق. وكانت هذه المحاضرة بعنوان القيادة الإسلامية في القرن 21، وذكر أن العالم كله هو بحاجة إلى الإسلام. ثم وجدت بعد ذلك عندما حصلت أحداث سبتمبر كان لقاء معه، وقد نشر هذا اللقاء في جريدة الوطن العمانية. هذا اللقاء يؤكد فيه رؤاه بأن الإسلام هو الأمل. ومع هذا لو نحن قلنا بأن هذا الرجل أسلم ونظرته إنما هو يتعود من عقيدة إسلامية، فقد عزز كلامه هذا بكلام غير المسلمين، من جملتهم بريجنسكي الذي كان مستشار الأمن القومي للرئيس كارتر. فبريجنسكي تحدث عن الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية وقال إن الشعب الذي فقد الأخلاق
لا يمكن أن يسن للعالم قانونا أخلاقيا، لذلك يجب أن نبحث عن الأخلاق من جهة أخرى. وكلامه مجمل، ولكن الصحفي الذي نشر كلامه حلل كلامه واسم ناثان جارولز، وقال بأنه يشير إلى الإسلام وقيم الإسلام وحاجة البشر إلى هذه القيم من أجل علاج هذه المشكلة. نعم.